السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو واحد توفي مات وعليه صيام رمضان الماضي، هل نطعم عنه؟ هل نقضي عنه؟ في تفصيل. إذا طاح مريض أو سقط مريضا أو بغيبوبة، كبر سن ولا مرض ولا صار له حادث وطاح بغيبوبة، ما صام جزء من رمضان أو رمضان كامل اتصل فيه المرض لين توفي مات، هنا ما عليه كفارة ولا عليه طعام ولا عليه صيام لأنه معذور. أما واحد صام يمكن أول أيام رمضان بعدين طاح مريض بعدين تعافى وما صام بعدين توفي، في الحالة هذه يصمن عنه العاقلة يعني الورثة أو يطعمن عنه يعني كل يوم مسكين. التفصيل في هذا أو الإشكال اللي حصل عند بعض الناس، إذا اتصل فيه المرض طاح بغيبوبة حادث كورونا غيره واتصل فيه المرض لين توفي، هذا ما عليه شيء ولا يطعمن عنه كما قال شيخنا الشيخ بن عثيمين. أما إذا تشافى وعافاه الله تعالى وما صام يصوم عنه ولي. قال عليه الصلاة والسلام: أولو كان أمك عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى. قال: دين الله حق. في حديث في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رجل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أولو كان أمك عليها دين أكنت قاضيه؟ قلت: بلى. قال: دين الله حق يقضى. في رواية أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صيام نذر. حديث المرأة إن صيام نذر. فقال عليه الصلاة والسلام نفس الحديث: أمك لو كان عليها دين أو كنت قاضيتها؟ قالت: بلى. قال: دين الله حق يقضى. فقضية القضاء يقضى عن الميت إذا تعافى وشافها الله تعالى، لكن تكاسل أو تعاجز أنه يصوم، هنا يصوم عنه العاقلة. لكن لو اتصل فيه مرض وطاح مريض ما صام رمضان كله غيبوبة من شعبه من الآن دش غيبوبة لين جاء شوال توفي، ما عليه صيام ولا يطعم عنه إن شاء الله تعالى كما قال الشيخ الشيخ بن عثيمين. أتمنى كل إنسان عليه صيام رمضان الماضي يبادر في الأيام هذه ويقضي ويصومها في شعبان قبل أن يأتي رمضان القابل. لا تكلف على الورثة وتكلف على أهلك أنهم يصومون عنك، أنت صوم أولى وأنت أعلم بحالك. لأن من المؤسف ومن المؤلم أن بعض الناس يتوفاه الله تعالى وقبل يموت عليه ديون وعليه قضاء وعليه يتعب الورثة، حتى استغفر الله توب إليه بعضهم يقول: يا أخي سبحان الله لا رحمنا لا حي ولا هو ميت. يا أخي ارحم حالك أنت، إذا عليك ديون اقضيها من الآن وأوصي واكتب الديون اللي عليك وسد ديونك اللي عليك، وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على واحد عليه دين، ما صلى عليه، فاحذر قضية الدين. كذلك لو كان عليك دين من رمضان اقضي من الآن أو أوصي ولا تكلف على الورثة، يعني كل واحد يشيل وزره. فممكن تخيل عيالي قالوا احنا ما نبي نصوم، والله الله بالله كان عندي محاضرة في أحد المناطق، واحدة تقول أبوي توفي وكان عليه يمكن تقريبا 15 يوم، عياله ما حد منهم بيصوم، يقول رمضان زي صمنا رمضان بعد صوم عن أبونا لا رحمنا لا حي ولا ميت. أمحق والده شو عياله، وين البر؟ فإذا ما صاموا أبو يرفضوا ما يبصمون يطعم عن كل يوم مسكين. وهنا سؤال آخر وأخير: رجل توفي عليه 10 أيام رمضان، عيال الله مبارك وبناته كلهم 10، كلهم 10 صاموا بيوم واحد يوم الخميس، بنسوي فطور كلنا نصوم، كل واحد فيكم ياخذ اليوم، يجوز بيوم واحد 15 واحد او 10 صوموا كلهم بيوم واحد عن 10 ايام ابونا، يجوز ما في حرج. انس بن مالك رضي الله عنه ما يقدر يصوم رمضان، يجمع 30 مسكين يفطرهم في اول يوم رمضان عن رمضان كله، يجوز ولا حرج ان شاء الله تعالى. عصر بيغفر الموتى ويعافيهم وتجاوز عنهم، يعني يوفق الأحياء أنهم يقضون اللي عليهم من الديون. شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسألون الناس يقول: طيب هل يجوز أني أنا أصلي عن الميت إذا توفي رجل وعليه صلوات أو امرأة توفيت وعليها صلوات؟ أولا إذا كان الإنسان في حالة مرضية في المستشفى في عيام مركز ممنوع من الوضوء يتيمم، ممنوع من التيمم يصلي بدون وضوء بدون تيمم، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها. وقال عليه الصلاة والسلام: صلى على رسول الله إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هني الدين يسر، هني الدين يسر، عشان أفهم الدين يسر شلون في الحالة هذه وغيرها. قضية الآن التي يجوز أن الإنسان الحي يفعلها الميت الصيام، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس قال: أولو كان أمك عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: بلى. قال: دين الله حق يقضى، يصوم عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. جميل. الحج يجوز، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الرجل الذي رأى في الميقات يقول بكلام بحج عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: رسول واحد مات وما حج عن نفسه. قال: حجيت عن نفسك؟ قال: لا. قال: ما يصير حج عن نفسك بعدين حج عن شبرمة. فدل على أنه يجوز الإنسان يحج عن المتوفى الميت، هذا ثانية.
قضية الآن قلنا الصيام، قلنا الحج، حديث خف عمية قاتل رسول أبوي ما يقدر يثبت على الراحل، حط على الراحلة ويطيح كبير سن، قال حج عن أبيك واعتمري. أما أني أنا أقضى عنه صلوات لا، ونقضى عنه الأذكار ونقضى عنه لا، الباب لا يفتح لمصراعي. نفعل ما يفعله ما أقره النبي وقاله النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينفع الميت. وأعظم شيء، أعظم شيء حتى أعظم من الحج والعمرة كما قال شيخ عثيمين، الدعاء. أعظم شيء للميت الدعاء، بل قال علي، يقول شيخ عثيمين رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو ولد صالح، ما قال يعتمر عنه أو يحج عنه أو يقرأ القرآن عنه، قال يدعو له. أعظم شيء الدعاء، الدعاء للموتى، الدعاء لهم، اللهم اغفر لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم تجاوز عنهم، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأنا خيرا من أهلهم. الدعاء عظيم ويصل الميت كما قال عليه الصلاة والسلام.